المغاربة كيتقدق بالرمضان بزاف كاع الحاجات المعسل، بريوات، السيكار، محنشة، سلو والمقروط والشباكية. سنة على سنة كيرتفع، ديما كيرتفع سنة على سنة على حسب بنادم كيدي ما عندك شوية. هاد المرة إلا عجبات الكاليتي كيعاود يجي يدي عاوتاني مرة أخرى، يدي 3-4 كيلو ويقولها للناس أخرين. المهم كل عام كيتزاد، ما كيصوبوش في الترم حيت ولات فيها تمر أكثر من القياس، وفيها اللوز كيتزاد، الجوجلان كيتزاد، الدقيق كيتزاد، ديما هادشي داك المشتقات باش كيتقادو الحلوى ديما كيتزادو قبل رمضان بشهر. كتولي كطيح عليه الشباكية هو أكثر داكشي باش غادي يشريها. المواد كالعادة عندنا الحلويات، عندنا شي حاجة حلوة، الشباكية طبعا سان باتريمون دو لومانيتي، وكالعادة أي شيء في رمضان يكون شي حاجة حلوة. العرض موجود، الخير موجود، والطلب عاوتاه هو موجود. الأثمنة إوا كل واحد والجيب ديالو، كاين أثمنة معقولة، كاين أثمنة غالية، كاين أثمنة رخيصة، وعاود كل واحد كل واحد والجيب ديالو، وعاود المحلات كل واحد والرزق ديالو عاود. كاين واحد الفئه متوسطه، كاين واحد الفئه ضعيفه، كاين واحد الانسان اللي عندها المسائل اللي عندهم الناس تيهسوا الهضره ما تيشريوش كاع من هاد الحوايج الصغار، تيشريو من المسائل الكبار وداكشي بلا ما نسميهم. يكون عندهم بزاف ديال المسائل اللي تيقضيهم بزاف في الدار، كاين الناس تيصوبوا الحريره، تيصوبوا العشاء، تيصوبوا الطواجن، تيصوبوا الطنجيه، عرفتي الطنجيه دابا في رمضان بزاف كاينه، تيصوبوا الناس بزاف في العشاء، وهذه ما تيتبقاش الوقت باش تصوبوا الشباكيه، تيقولوا اللهم نسمو هاد المسائل الشباكيه، راه كاين الناس مختصين بها، تيخرجوا الدكان بحال هكا وتيشريو من الحلوى وتيشريو كل مسألة. هو كل الطلب تيكون على كل شيء، لا بالنسبة للخضر لا بالنسبة للتوابل وبالنسبة للتمر، جميع شيء تيكون موجود، والعرض العرض الدعامة كل شيء موجود، والثمن مناسب بالنسبة للجميع المغاربة. وتنتعس ليل بحال الجنجلان، اللوز، كاوكاو، زريعة الكتان، بحال المواد تجي تتمشاو عشية في شهر رمضان. من هي هي داكشي نتاع كاين الكاليتي، كاين حاجة مزيانة، كاين حاجة مستوى الثاني، هادشي اللي كاين. شفتي داكشي تاع رمضان اللي تيتقطعوا الناس على حساب سليلو، على حساب داكشي تبزيرة، داكشي الحريرة اللي تيتقطعوا الناس في رمضان. كاين الخير الحمد لله، ما كاين حتى مشكل، كاين الخير الحمد لله، الله يجيب غير الصحة والسلامة. ودي المواد اللي تيتقداو عامة الناس قبل رمضان، عندك القرقاع، اللوز البلدي، الحمص مسوس، وكاينين بعض الناس اللي تيسولوا على الصوجة، اللي هم تيبغيو يستعملوا هادشي باش يصاوبوا به ان شاء الله سليلو. وكاين عاوتاني بالنسبة للتمر، يعني الأشكال والأنواع ديال التمر تيكون مطلوب. بالأثمنة حنا دابا تقريبا في 12 شهر فاش يخرج التمر، يعني الشهر اللي تيخرج فيه التمر داز، يعني تيكون هو التمر رخيص في شهر 11 شهر 12. دابا حنا في شهر تقريبا داخل على شهر 5، بالنسبة لشهر 5 تيكون واحد شوية واحد النسبة ديال الارتفاع في الأثمنة ديال التمر. وبالنسبة لنا حنا تنستعملو اللوز ديال الجنوب، ديال المنطقة ديال إمغران، شوية الثمن ديالو غالي.